ايه ده بجد؟ اه يا اسطى. طب ومحمد بدير ده كان هيشمها قبل كده؟ لا والله محمد بدير ده ما كانش هيشم منتخب الجزائر قبل كده خالص. وضم عيسى مندي لاعب فريق فيا ريال، ومحمد امين توجاي لاعب الترجي التونسي. والله حتى الان الراجل بيعمل عظميته. معلش يعني هتقول لي واين اين العروسي يا اسطى؟ انت مش كنت بتشكي من مستواه في كاس الامم الافريقيه؟ اه بس عايزه حبيبي انا عايزه. ليه يا اسطى انت مش كنت بتشكي من مستوى ياسر العروسي في كاس الامم الافريقيه؟ دلوقتي حلاوي ياسر العروسي يعني؟ هو دلوقتي الراجل لما استبعد ياسر بقى حلو ياسر العروسي دلوقتي؟ اتمنى الراجل ما يهبطش كتير. اه يا اسطى والواد احمد توبه، احمد توبه فين؟ لا احمد توبه ده خلاص الزمن بتاع ان احنا نلعب باكات شمال مساكين، عشان خاطر محتاجين نلعب باك شمال مش رامي بن سبعين، احنا نلعب رامي مساك. خلاص الزمن ده تقريبا بيروح مني يعني، الزمن بتاع ان رامي يلعب مساك ده الزمن ده بيروح مني يعني، الزمن بتاع ان رامي يلعب مساك وندور على هنلعب مين باك شمال، لا الزمن ده بيتغير. اللي هو لا مؤاخذه يعني احنا هندور على مساكين والجزائر ما عطلتش لا دوري ولا محترفين، عشان ما نلاقيش معتزلين، عشان ما نلاقيش اسمه ميدو، عشان ما نلاقيش لعيبه زي رامي بيلعب باك نحطه مساك عافيه. هتقول لي ما هو بيلعب يا اسطى في فريق بروسيا مساك عادي. اقول لك يا اسطى انت منتخب يعني، انت قدامك 1000 مساك وقدامك 1000 باك، ما حبكش يعني تلعب باك كمساك؟ مش يعني من قله اللعيبه. خط النص يا صديقي العزيز، حسام عوار لاعب روما، اسماعيل بن ناصر ميلان، نبيل بن طالب ليل، هشام بدوي نيس، رفيق كويتان او كيتان لاعب استروليول او اشتروليول الفريق البرتغالي، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، رفيق كويتان او كيتان، رامز زاروكي لاعب فاينورد، و والعبدلي لاعب انجيه. اعتقد العبدلي ده اول مره يكون موجود يعني، اعتقد عبدلي ده حماد عبدلي، اعتقد حماد ده اول مره يكون موجود يعني، اعتقد حماد عبدلي ده ما سمعتش عنه قبل كده مع جبل بالماضي. خط وسط اعتقد ان انت ما غيرتش كتير عن فتره بالماضي يعني، هو خط النص بتاع بالماضي يعني، هو خط النص بتاع بالماضي، اضاف له بس قندوسي واضاف له حماد عبدلي. اعتقد قندوسي على المستويات اللي هو بيقدمها في الدوري عندنا ممكن ان هو يقدم حاجه جيده بس مش اكتر من جيده. اما عبدلي فبالتوفيق ليه. وطبعا اعتقد ان رامز زروكي واعتقد ان نبيل بن طالب واسماعيل بن ناصر وعوار هم اللي هيكونوا بيتنافسوا على الثلاث مراكز الاساسيه، ده لو الراجل عايز يلعب ثلاثه في نص الملعب. خط الهجوم محمد امين وعم مورا لاعب سانت جوليز، ومنذر بكرار لاعب نيويورك سيتي. منصف بكرار مش منصف مش مر مش منصف اه هو اسمه منصف بكرار منصف بكرار منصف بكرار.